Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. On peut s'affaire à Jamil. Anna veut parler, je pense à quoi c'est ça. D'accord. Anna, je pense que c'est ça, elle a un machin. C'est une raïs, je sais en quoi, c'est une raïs. C'est une raïs. وفي الحضور الكريم أيضا أشكركم جميعا لأن المؤسسة قد استدعتني فيما سبق استدعتني للمرة الثانية ولو أن الكتاب لم أحصل عليه إلا قبل أسبوعين لذلك من الصعب جدا أن تتحدث عن كتاب ولا سيما في حضور صاحبه وقد قدم بشكل وجيز الجزئين الأولين منه الجزء الثالث المتعلق بالقرآن نحو في المومنولوجيا القرآنية لم يتكلم فيه ولكن في مقال الذي سأنشره فيما بعد سأركز أكثر على هذا الجزء لذلك سأكتفي بقول كلامي حول هذا العمل وهذا الجهد الجبار الذي أنجزه الدكتور وأنا أحبذ أن أسميه معاينات المعاينة والتأمل الفلسفي يتيحان إمكانية التفكير في القضايا والإشكالات الفلسفية بطريقة أخرى أقصد بالمعاينات السوسيولوجيا لأن الدكتور يجمع بين ثلاث ميادين كبرى السوسيولوجيا والفلسفة والأنثروبولوجيا أسميها بالتعبير مشي فوكو التحقيقات يحقق في أثر وفعل ويحقق في الراهن والجاري وما أصعب أن تحقق في الجاري لأن الظاهرة الإنسانية ظاهرة متغيرة منفلتة أقام هذا العمل في بلدان الساحل ما يقارب 10 دول أنجز مئات من الحوارات والمعاينات لأن فعلا ظاهرة الإسلام السياسي التي أوصلتنا إلى 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 خندق العنف وهو عنف مستمر ومستدام لن ينتهي يوما حتى إذا بحثنا بلغة كانت هل هذا العنف أو الشر هل هو متجذر في الطبيعة الإنسانية؟ أكيد دكتور أن الجامعات توسعت ونسب التمدرس تضاعفت أضعاف مضاعفة ولكن للأسف هؤلاء المتعلمون هم وقود الحركات المتطرفة إذن هذا الوضع لا آمن أو الغير آمن هو وضع يدعون جميعا إلى التفكير بعمق إذا نجد في هذا العمل أن الأستاذ الدكتور فيلسوف ولكن بعيون سوسيولوجيا وأنثروبولوجيا المجال الذي يبحث فيه هو مجال واسع وعريض يحاول أن يقارب فيه مجموعة من الإشكالات الفلسفية كما يسميها الإشكال الأول يتعلق بالمقدس والدنيوي وهو ما يفكر الله طبعا بالسوسيولوجيا الدين المارسيلية ثم الإيمان والمعرفة وهذه إشكالية فلسفية عميقة ومتجذرة يجدها عند كارت وديكارت هيجل حاجل هابيرماس ثم الإشكال الثالث يتعلق بالدين والعلم اختزل الفكر المتزمت الأصولي اختزل إشكالية العلم والدين في أن العلم قرآني إنجاز القرآن ويتحدثون على أن في القرآن ثم ترى هناك علوم كلما استجدت إشكالية علمية إلا ويبحثون عن جزء قد يكون مفسرا له إشكالية الثالثة الرابعة كما يسميها هي الحقيقة والمعنى
هذا إشكال فلسفي أيضا عميق. أنا أتفق معه ومنبهر بعمله لأنه ينحت مفاهيم، يبحث عن نحت مفهوم له مرتكزات فلسفية وسوسيولوجيا وأنثروبولوجيا في نفس الوقت. استعادة المعنى، المعنى الذي تكلم عنه، لم أتحدث عن الشقاق اللغوي لأنه تكلم عنه موجود في الكتاب، كلمة الاستعادة، وكأننا نريد أن نرجع شيئاً. أنا أتفق معه تمام الاتفاق. الدين شأن فرضي محض يخص علاقة أنا بالله، ولا أحد له الحق في أن يتكلم عن علاقتي بديني. وهذا هو الجوهر ديال العقلانية والحداثة الغربية. إذن أستاذ يتكلم أيضاً، أنا أختزل الرهان في مسألتين، مسألة العلمانة ثم نحو عقلانية وحداثة إسلامية بالمعنى الذي تكلم عنه أيضاً، ليس بالمعنى الذي يتحدث فيه بعض الأصوليين الذين يقولون على أن في الإسلام حداثة، لأنهم لا يميزون بين ما ينتمي إلى دائرة الإيمان، إلى دائرة الحقيقة، إلى دائرة الاعتقاد، وما ينتمي إلى مجال المعرفة. لذلك يراهن دكتور رضا على أن استعادة هذا المعنى يمكنه أن يطرح سؤالاً آخر جديد، هو كونية العالم. فإما أن يكون العالم اليوم وغدا كونيا أو لا يكون، ويتحدث حقيقة هل يمكن للإسلام أن يكون كونيا. أنا أتحفظ في هذه المسألة، لست أتحفظ عن الإسلام كإسلام، وإنما أرى أن الوضع العالمي الذي يحارب فيه الإسلام إلى جانب أديان أخرى قوية وتمتلك إمكانات، المسيحية واليهودية خاصة المسيحية. وهذا الرهان أيضا كطرحه سابقا ميشيل لوكفيري الذي يتحدث عن إمكانية انهيار الحضارة المسيحية وأن الحضارة المقبلة ستكون غير مسيحية. القول بأن الإسلام يمكن أن يكون كونيا أو تمة إمكانية يصعب جدا إذا ما نظرنا إلى الصراعات بين الأديان. لا يهم العدد إن كان المسلمون 3 ملايير أو مليارين أو مليار ونصف، لا يهم العدد، وإنما ما يهم هو الإمكانات. زد على ذلك أن التبخيس من الإسلام، من الدين، وولادة الإسلام السياسي مدعوم من الغرب، وهو بمثابة تصفية حسابات. هو صراع جوهره الصراع حول تقسيم العالم، حول تملك الموارد والاستفادة من مواردنا. طبعا رقعة الخريطة الدينية الإسلامية في العالم توسعت، وهذا أمر عادي جدا، توسع المسلمون إلى بلدان أخرى، ولكن في نفس الوقت كما يقول محمد أركون، هل الإسلام واحد؟ نجد الإسلام في الفلبين وفي أفغانستان وفي باكستان، واليوم يوجد القرآن بلغات متعددة، وهو ما يمكن أن يتأقلم مع ثقافات مغايرة. وبالتالي لم نعد نتحدث عن الإسلام كإسلام الأولي، سنتحدث عن إسلام قادر على التأقلم، ولكن الجوهر الحقيقي في أي دين كيفما كان هو المشكلات الميتافيزيقية، ثم تبرير أوضاع غير سليمة. أتلمس في هذا الكتاب نقاشا معاصرا، والذي يسميه هابيرماس وجون راولز بعودة الدين إلى الفضاء العام. ومشكلة المسلمين هو أنهم يحتلون الفضاء العام ويجعلونه خاضعا لتمثلاتهم وتصوراتهم، يعطي الحق لنفسه في أن يطعن في الآخر وأن يقدم له النصائح وما إلى ذلك، في حين
أن العلاقة مع الذات ومع الآخرين تعتبر إشكالاً عميقاً، وخاصة مسألة العنف ثم العلاقة مع المرأة كما أشار الأستاذ بكر. استعمل دكتور بن كيران جملة مفاهيم التقطت منها ما هو أهم، يتعلق المفهوم الأول بلا بروفيسيون دو فوا فيلوزوفيك، وأنا أحبذ هذا المصطلح كثيرا لأنه مصطلح فيه عمق فلسفي إذا ما رجعنا إلى كانت وهيغل وشليري ماخار، ولكن أحب أن أناقشه بجاك ديريدا. رضا يستعمل، الدكتور بن كيران يستعمل مصطلح la profession de foi philosophique. Derrida qui s'appelle la profession de foi d'un professeur de philosophie. Oui, mais c'est la mouhima. Le mot صعيب من حيث الترجمه. انا حاولت ان اترجمه بالجهر بالايمان، وهو الى ترجمناه ترجمه اخرى كنقدروا نقولوا الجهر بالعقيده، ولكن ما كنستعملش العقيده فضل الإيمان على العقيدة لأن الإيمان فردي، العقيدة تتعلق بالجماعة. المعنى الثاني هو استعادة المعنى، وإن كان أن هذا الإشكال كبير، فلما ظهرت الفلسفة التحليلية وأساسا مع دائرة فيينا فلسفة اللغة، لم تعد الفلسفة المعاصرة تهتم بالحقيقة وتعطي الأولوية للمعنى، لذلك فالمعنى يفتحنا على التأويل، والتأويل المعاصر كما أشار هو نفسه لم يعد تأويلا من اختصاص الفقهاء، وأنا أشاطره الرأي في أن دائرة البحث في العالم الإسلامي والعربي قد توسعت على الأقل في غضون ثلاثة عقود الأخيرة، العديد من الباحثين المسلمين والعرب توسعوا في مجال البحث. سأذكر مثلا أنثروبولوجيا الإسلام لصبا محمود رحمها الله ولأستاذها طلال أسد. سنتكلم مثلا عن إسهام محمد شحرور، محمد أركون. إذن توسعت التأويليات المعاصرة وصار الجهد كثيرا وبلغ ترجمة مجموع الأعمال المستجدة في مجال التأويليات على الأقل من الإنجليزية والفرنسية والألمانية إلى اللغة العربية، وتقام مجهود كبير من طرف أساتذة الفلسفة في العالم العربي. المفهوم الثالث كما يسميه هو الإسلام المخرج. أنا هنا سأتحدث عن الإسلام كدين. إذا انطلقنا من أن الدين شأن فردي، الأمر يستدعي بالضرورة أن تكون هناك علمانية، أن نفصل الدين عن السياسة، وهو أمر شائك حتى في أمريكا كما يقول هابرماس. حتى في أمريكا الكنيسة تدعم الانتخابات الرئاسية وتتدخل فيها، الكنيسة في أمريكا تلعب دوراً في قبول الضعفاء والمستضعفين والمشردين لأوضاعهم، تأويهم، تقدم دعما، تصرف الملايير من الأموال، وهو ما يقع عندنا أيضا. الحركات الإسلامية تجيش، تصرف أموال طائلة جدا ومدعومة، مدعومة سواء من الدول العربية أو من الخارج. إذن هات المعضلة الإسلام المخرج عن أي إسلام؟ أنا أتساءل مع الدكتور رضا عن أي إسلام. هل نتحدث عن الإسلام كحق كما يسميه هو الحق لغيال، أم أننا نتحدث عن الإسلام كإيمان جماعي وكدين يجمع الأمة؟ لأن لا نوسيون ديال الأمة أنا في نظري لم يعد واردا. العالم تجاوز الدولة الأمة، وهذا نقاش كتب حوله الكثير. المفهوم الرابع وهو عميق ويستمد منه الدكتور بن كيران
أو يستلهم منه مجموع العلوم الحقة، البيولوجيا والفيزياء والرياضيات وعلوم الحساب والتكنولوجيا إلى آخره، هو مفهوم التعقيد la complexité. وهو كيشرح ماذا يقصد بلا كومبلكسيتي، ماشي لا كومبلكسيتي ديال إدغار موران، لأن هذا المصطلح كما يقول هو يستوجب بعض التوضيحات. يقول على أن مفهوم التعقيد طور المجتمعات المعاصرة ومستقبل العلوم والاقتصاد السياسي والثقافة، وهو لغويا من التعقيد يعني الاحتواء، هو كما يقول كما يضع الجذر الإتيمولوجي للنص، التعقيد يعني الاحتواء أي فعل تشابك والانعطاف. وأنا أركز على كلمة التشابك، وهي التي يستعملها السوسيولوجي الإسباني إيمانويل كاستيلز، مجتمع الشبكات. لم نعد نعيش في مجتمعات منغلقة كما كان عليه الأمر سلفا. إيمانويل كاستيلز كيتحدث على بزاف ديال المعايير، مثلا في مجال التربية، واش بقى الأسرة كتربي؟ التواصل الاجتماعي والثورة التقنية تتحكم في معظم انفعالاتنا وسلوكاتنا البشرية، ولا سيما الأطفال. لذلك حينما يتحدث كاستيلز عن المجتمع الشبكي، يقول على أن المجتمعات ستشهد تغييرات ثقافية وسلوكية مستقبلا بسبب وجود مزارع تعمل على الدعاية للمنتوج وعلى الدعاية للأفكار أيضا. إلا شفنا مثلا الإشهار ديال المسيحيين في الانترنت اكثر من الاشهار ديال الاسلام، لسبب بسيط، لان الاسلام ليس له ناطق، لا احد يمكنه ان ينطق باسم جميع المسلمين، المسيحيين لا. هذا يقدر يكون يعني مكسب، ويقدر العكس. حتى إذا قلنا للمسلمين هل يمكنكم أن تتفقوا على أن يكون لكم ناطق؟ لا يقدرش، يديروا مجلس دولي وكيتقسموا كيعاودوا يديروا جوج وثلاثة وهما غاديين. زد على ذلك أن البنية الشيعة سنة إشكال. في المفهوم الرابع أنا كندير غير انفتاحات لما تكلم عنه الدكتور مكران. المفهوم الرابع هو الديمقراطية الإسلامية، وهو يتحدث عن إمكانية، يقول لماذا هناك ديمقراطية مسيحية وليس ثمة ديمقراطية إسلامية. وسأكتفي فقط بالإشارة إلى هذا المفهوم، لأن الفيلسوف وسيلة بن حبيب، وهي تركية الأصل أمريكية، تكلمت كثيرا في أيام الربيع العربي 2011، وقالت بالحرف أن ما يمكنه أن يقود الحداثة اليوم في العالم العربي الإسلامي هي شباب الحركات الإسلام السياسي. ولا أتفق معها في بعض المعطيات، ولكن تقول شباب الحركات الإسلامية الذين خرجوا في الربيع العربي هم من يمكنهم أن يقودون إلى الحداثة، لأنها تفترض أن التغير لا يشمل الاعتقادات والثقافة فقط، وإنما يشمل أيضا التشكلات الطبقية والتشكلات الاجتماعية. وفعلا أن نسبة المشاركة في الربيع العربي تنحدر من الطبقة المتوسطة. أتساءل أيضا مع إذن قلت الميزة الأخرى للكتاب هو أن هذا الكتاب نجد فيه ابن عربي وابن رشد وابن ميمون ومحمد إقبال، إلى جانب سبينوزا، ثم لايبنيتز، جيل دولوز، ميشيل سير. هذا هو الأهم عندي أنا في القراءة الانطباعية التي قمت بها الآن، لأنني قلت بأن قراءتي اليوم هي انطباعية لأنني قرأته قراءة
سريعه ماشي ليس سريعه ولكن ماشي بتأني وتمعن. واعيد الدكتور على انني سانشر مقالا بالتفصيل ومقالا محكما علميا في الموضوع. اذا قلت في هذا الكتاب نجد تكتيفا للمفاهيم الفلسفيه والانثروبولوجيا ولكنها تقرأ الواقع اليوم، وهي التي سميتها بالمعاينات والتحقيقات. وأشاطره الرأي بأن الأفكار ليست مجرد تصورات، لا نسبح في سماء المعقولات، الأفكار تصنع من الممارسة ومن العمل ومن الفعل، لا وجود لفكرة تسبح في الفضاء. حتى الذين يعتبرون أن التأمل النظري هو تأمل في فضاء مغلق بعيدا عن الناس وعن المجتمع فهو تصور مثال. نبدع المفاهيم ونفكر من خلال ممارستنا. وأخيرا كي لا أطيل عليكم، أنا مهتم بالموضوع ومعجب بالكتاب لأنني فاعل في حركة 20 فبراير، الناس الذين قادوا الحركة على مستوى الدار البيضاء، وآمنت بالتغيير وضحيت بالغالي والنفيس. وأجد أن الدكتور رضا ينصف الحراك، هذه الموجة العظيمة التي مرت بسلام، مرت سلمية. كان بالإمكان أن تتحول لولا الحكمة، حكمة الحركة وحكمة التدبير الأمني أيضا، كان بالإمكان أن تتحول ويمكن أن يتحول الحراك السلمي في أي وقت إلى عنف دموي وإلى وضع لا يتصور. شفنا شو وقع في سوريا وفي ليبيا وما يحاك ضد الجزائر وما وقع في العراق. الشباب اليوم لم يعد شبابا يمكنك أن تشحنه بأفكار ويخرج فقط، وشباب واعي. وهذا الشيء اللي قلت بأن الحراك جوهره هو الطبقة المتوسطة، والطبقة المتوسطة انتهازية بطبيعتها، تحب الاستقرار، نفعية، يعني تبحث عن منفعة، تحب أن تمر الأمور بسلاسة، لأنه في الجوهر الحراك يبحث عن الترقي، يبحث عن الديمقراطية، يتعطش للحرية. لذلك فلا وجود بالنسبة لي على الأقل لعلمانية أو علمانية بدون حرية. جوهر العلمانية هو الحرية، وهو الأمر الذي لا يمكن أن تقبله الأنظمة الاستبدادية. الحرية تقود إلى التفكير وإلى حرية الضمير، تقود إلى الانفتاح على العالم، وهذا الأمر لا يمكن للأنظمة الاستبدادية أن تحرمنا منه، كما يقول الدكتور، لأن المعرفة هو كيسلم هنا القولة ديال ميشيل سير. غادي نقول هذه القولة ديال ميشيل سير لأنها أعجبتني أيضا في كلام الدكتور. كيقول ميشيل سير المعرفة إلى ما قدرتيش تجيب، إلى ما قدرتيش تمشي عندها هي غتجي عندك. بين أنامل الأصابع نطل عن العالم. وهذه المعرفة، أشكركم جميعا، وباش نعطيو الفرصة لإخوانكم.